السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي جريدة الحدث 24. مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من العاصمة العلمية للمملكة مدينة فاس. جينا للسوق ديال السعادة، سوق نموذجي للقرب السعادة، نسولوا على الأثمنة ديال الخضر والفواكه. سولنا الفواكه الأثمنة ديالها، فدابا حاليا غنسولوا على الخضر. الخضر شحال الثمن ديالها؟ فالثلاثي المقدس عند المغاربة اللي هما البصلة مطيشة والبطاطا، كان الثمن ديالهم كيخلع في واحد الوقيتة. دابا حاليا الأثمنة غنخليكم مع خضار، هو اللي قلنا الثمن، سواء ديال الفلفل، الدنجال، خيزو، جميع الأنواع ديال الخضر كيفاش داير وكيفاش داير البيع في هذا السوق النموذجي اللي غتشوفوا معنا. السوق صراحة سوق نموذجي، سوق منظم من كل الجوانب. نتمنوا ان تهذيك الفراشه اللي على المستوى مجموعه من الاسواق حتى هما يديروا لهم اسواق نموذجيه، ونبقاو نشوفوا جميع الاسواق في المغرب بحال هذا السوق هذا. السلام عليكم اخويا، اجي معايا يلا الله يعطيك العافيه. السلام عليكم. السلام عليكم، بخير اسيدي، الله يبارك فيك. السوق اخويا سوق السعاده نموذجي. نموذجي واخا كيداير اخويا البيع والشراء؟ الامور الحمد لله مزيانه. الامور مزيانه الحمد لله، مزيانه الحمد لله. مقارنة بديك الأيام اللي كتكون الخضرة كدير 15 درهم 20 درهم، أي دابا الثمن شوية مرطب في المستوى ديال المتناول. في المتناول ديال المواطن. المتناول. فاش كتكون الأثمنة، فاش كتكون الأثمنة غالية؟ الأثمنة غالية حتى أنتم كتبيعوا؟ أنا كنبيعوا ما كنشريوا، يعني كيكون بنادم غيدي 2 كيلو 3 كيلو كيدي نص كيلو كيلو ونص، اللي عنده هذاك اللي عنده مناش كيدي داك 2 كيلو، هذه ما كتبقاش السلعة كتضيع. دابا حاليا دابا الحمد لله الامور غا في المتناول. واخا خويا بالنسبه غنسولوا على نمشيو نسولوك، هي الخضره اللي كيستعملها المواطن بكثره، هي انا بالنسبه دابا دايره 3 دراهم 3 دراهم هي والبطاطا البطاطا دابا دايره 6 دراهم 6 دراهم البطاطا هي بالنسبه للمطيشه وعاد المطيشه هي 6 دراهم بالنسبه لها هي الحمد دخلتيه سيريت المطيشه بشحال؟ هي 6 دراهم 6 دراهم عموما. بالنسبه للدجال 5 دراهم 5 دراهم 5 دراهم. الفلفله 6 دراهم حتى هي 5 6. الفلفله اللي كتستعمل بيتزا هذه هذه دايره 13 12 13 12 وخلاص هذه كدير 8 دراهم دابا حاليا، كانت كدير 10 12 دابا دايره 8 دراهم 7 دراهم 8 7. بالنسبه لهذا القوق، بالنسبه للقوق اللي عاد دابا دخل هو دابا بالنسبه داير ماشي وقتو داير 13 14 15 درهم. المكور هذاك خلاص داير 4 دراهم 3 دراهم. الحامض داير 6 دراهم 7 6 7 هادشي اللي كاين. بالنسبه لهذا الخيزو القرعه، خيزو داير 6 دراهم 5 دراهم 6 5 تاهو. القرعه دايره 12 درهم. هادو الخضره ديال الكسكسو مثلا. الشيخ لور دابا راه عاد ذوق حتى هو داير داك 8 دراهم 7 8 الكيلو ولا الحبه؟ الكيلو 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 باقي كيتباع دابا بالكيلو. كيتباع بالكيلو. بالنسبه للبطاطا الحلوه، البطاطا الحلوه دايره 5 دراهم 6 دراهم حتى هي. هذا هو الوقيته يمكن ديالها، هذا هو الوقيته ديالها دابا، راه وقتها هذا. هذا هو الوقيته ديالها. بالنسبه لهذا السوق هذا كيجيو الناس، شنو بالاحياء اللي كيجيو؟ اسيدي كيجيو الناس برانيين، وكي الناس ديال الحومه اخويا هذا 8 دراهم. الناس ما كيجيوش يعني غير هنا من الساعه؟ لا لا كيجيو الناس من بلايص وحدين اخرين. كيتقدموا من من بلايص وحدين اخرين. كان مزيان السوق كي داير بالنسبه اسيدي؟ كان الامور دابا بالنسبه لهاد الايامات هذه فاش ولا تخلص له الماء والضوء وداك الشيء ديالو، راه بقاو الناس كيرجعوا، بقات الامور كتحسن شويه. راه كان يعني داك المشاكل ديال السوق كانت هذا، وعاده تنطلبوا من المسؤولين وداك الشيء نصوبوا هذا السوق يولي احسن مرام، وهذا الشيء اللي كنطلبوا من المسؤولين يعاونونا في هذا الشيء هذا. بالنسبه لكم انتم من قبل كنتوا ربما كتبيعوا غير عشوائيا؟ كنا عشوائي في الشوارع. دابا كنشوفوا حتى الكاميرا، هي كاين كاينه حتى المواطن كيثيق فاش كيثيق ملي كيدخل لهنا كيلقى الامان شويه ماشي الامور مقاده. الامور مقاده، كاين سيكيريتي، كاين الاخر موضوع المسائل ديالو. كاين الرئيس، كاين النائب ديالو، كاين الامين المال وداك الشيء. المهم الجمعيه راه تكونت دابا، راه عاد تكونت في هذا الشهر هذا.
وداك الشيء غيوليو الناس اللي درنا تقنا فيهم دابا راه مزيانين. واخا بالنسبه للمواطن فاش كيجي لعندكم لهنايا ما كتوقع هنايا لا مشاكل لا حتى شي حاجه؟ لا بالنسبه حاليا دابا فهاد الاخر ما كاين لا مشاكل لا والو. انا كان في واحد الايامات كان الاخر كانت شويه ديال الصعوبات مع كان الضوء والماء وهذه، كان البنادم يمشي غير الميرحاض ما كيلقاش، يمشي يشرب ما عنده فين يشرب. ونتمنوا من الله السوق يزيد لنا لقدام. البيعه والشرايه اللي كيديروا لهم تا هما يديروا لهم مزيان داك الشيء، واش باش البنادم كيبقى مرتاح كاع في بلايصتو مرتاح ما يبقاش منا لهنا منا لهنا. الناس اللي كيسولوا كيقولوا رجعوا للخضره، كيقول لك حق الجفاف هو السبب، حق كذا حق كذا. هي مازال ما بديناش في العام بالنسبه على حساب الاخر. دابا الا مشات الامور ديال الامطار وهذا الشيء غتكون الامور مزيانه، نطلبوا من الله تكون الشتاء تكون الشتاء تجي بعدا مبكرا الشتاء تكون هذا باش الخضره وداك الشيء ما يبقاوش يغسلوا عليها الماء على حساب السقا وداك الشيء. وراه بالنسبه لهذا الغلاء اللي كان وهذا الشيء السبب ديالو غير الجفاف، يعني فين غي خضره كلها غيمه. واخا نسولك واحد جوج الاسئله بعادين على الخضره. نعم مثلا مشيتي للسوق ديال الزيتون، شتي الزيتون شحال كيدير؟ الزيتون غالي. شحال داير الزيتون؟ الزيتون دابا اللي هذاك مخلط وهذه داير 13 12 درهم. الزيت شحال داير؟ الزيت دابا اللي كيقولوا ديك 90 90 100. دابا حنا الدراوش، دابا حنا الدراوش واش بامكان في القدره ديالنا نشريو الزيت؟ ما يمكن لناش، ما يمكنلكش. صعيبه القضيه. صعيبه. تشري مثلا دي طرد الزيت كنغمسو في الروميه باش نديرو الكافي، ما يمكنلكش تاكلو كاع، ما عندكش كي دير. بنادم اللي درويش مثلا كيصاوب تما كيصور 80 درهم ولا 70 درهم، ما غايشري هو الزيت ب 100 درهم ولا ما عندوش كيف، ما عندوش القدرات. بالنسبه للحم، اللحم 100 درهم 120 درهم. دابا انت خضار، انا مثلا صحابي الناس اللي المهم واش قادرين الناس يشريو اللحم 120 درهم 100 درهم؟ ايوا على حسب. دابا على حسب الا بغيتي تفرح الوليدات. واياك مثلا كياكل اللحم كل نهار ياكلو من السيمانه للسيمانه ماشي مشكل، على حسب الماشيه قلالات وهذه ما والعلف غالي كيقولوا هما وداك الشيء على حسب. لا حنا كنشوفوا امين، الله يدير شي تاويل خير. الله يدير شي تاويل خير. الله يحفظك اخويا. متابعينا كما كتسمعوا معنا، فالخضره الثمن ديالها مناسب، ولكن اللي ماشي مناسب هو المخططات ديال الحكومه هي اللي ماشي مناسبه. فاحنا كنا كناكلوا الزيت ب 24 درهم 30 درهم 40 درهم، دابا الزيت ولات ب 90 درهم، اللحم كندير 50 درهم 55 حتى 60 درهم الى غلى، دابا اللحم ب 120 درهم. وشفنا في العيد الكبير كيفاش الدراوش مساكن كانوا الغالبيه ديال الناس راه ما لقاوش باش يعيدوا. يعني هنا كنطرحوا واحد علامه استفهام كبيره، كنقولوا للحكومه والناس المسؤولين الله يجازيكم بخير، عيدوا النظر في هذا المخطط الاخضر ولا المخطط الاسود ولا ما عرفت شنو سميتو كاع. نتمنوا خير بالنسبه للسوق ديال السعاده، نرجعوا للسوق ديال السعاده فهو سوق نموذجي كما كتشوفوا معنا. نتمنوا جميع الاحياء الاخرى اللي الناس مازالين كيبيعوا في الشوارع ماشي تجيو تسبقوا عليهم وتقول له سير هز الصنادق ديالك وتلا تديهم له ولا شي حاجه، ديروا لهم اسواق نموذجيه. هاد الناس حتى هما كانوا كيبيعوا في العشوائي، ولكن النهار داروا لهم اسواق نموذجيه، هما جالسين في البلايصات ديالهم وكيبيعوا يشريوا في امان الله. نتمنوا عند الله خير. بالنسبه للاخ اللي كيقول نمشيو عند مولاي البيض، نمشيو ان شاء الله بحول الله عند مولاي البيض. نشوفوا واحد السيد. السلام عليكم. السلام عليكم، نقدروا نسولوك اخويا؟ لا مرحبا. صافي مرحبا مرحبا صافي. لا صافي صورت تما، صورت هذوك تما صورتهم. متابعينا حتى الديسير رحنا صورنا الديسير، فنتمنوا من الله خير. متابعينا غادي ناخذوا ان شاء الله بحول الله من عند تلك الزاره نسولوهم كي داير اللحم والمشاكل اللي خلات اللحم